حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم درج الاستعمار الغربي الفرنسي والاسباني والايطالي والانجليزي على اطلاق ارذل الصفات على المجاهدين العرب الذين قاوموه فهم في عرفه البرابرة والخارجون على القانون واللصوص واعداء الحضارة والتنوير وفي المغرب العربي استخدموا لفظة الفلاقة وكان الهدف من كل ذلك الإقلال من شأنهم وقتلهم معنويا وإعلاميا وفي عصرنا المعاصر ورث الاستكبار العالمي هذه المسلكية وبات يطلق سمة الإرهاب علي من يقاوم الكيان الصهيوني أو الوجود الأمريكي في المنطقة والعجيب ان مصطلحاته التدميريه والتي فيها تعالي واستكبار يرددها بعض العرب والمسلمين دون ان يشعروا ان من انتج هذه المصطلحات هو المستعمر نفسه الاستعمار الذي اسس للارهاب والقتل والابادات والواقع ان الارهاب الغربي الرسمي ولد منذ خمسه قرون مع النهضه الاوروبيه أي في القرن الخامس عشر الميلادي لقد قتل المهاجرون الأوروبيون عشرة ملايين هنديا أحمر من السكان الأصليين في أمريكا الشمالية وقتل المحتلون الأسبان ملايين من السكان الأصليين في أمريكا الجنوبية وقتل المستعمرون الفرنسيون في يوم واحد خمسة وأربعين ألف مدني جزائري في سطيف وقالما وغيرها ومن 1830 إلى 1962 قتلوا تسعة ملايين جزائري ومليون ونصف مليون قتلوا بين 1954 و 1962 وقتل الجيش الأمريكي 115 ألف مدني ياباني في هيروشيما ونجزاك بالقنبلة النووية وقتل الكيان الصهيوني مئات الالاف من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين وصف العقول العربيه في القارات الخمس ارهابهم ممنهج تقف وراءه دول وجيوش وحكومات وبرلمانات ديمقراطيه ومنظرون وعلماء وعندما قاوم اجدادنا الاستعمار والاحتلال وواصل ابناؤهم واحفادهم مواجهه الصهيون والامركه استمر الاستعمار والاستكبار في وسم المجاهدين بالارهاب والدمويه لقد نحت الاستعمار والاستدمار والاستكبار مصطلحات ووسم بها اهل العزه والكرامه كجزء من سيكولوجيه الاستعمار وفرنسا الاستعماريه ارسلت جماجم قاده المقاومات والثورات الجزائريه ضدها بعدما عدمتهم الى متحف الانسان في العاصمه باريس عام 1880 و1881 وتسببت التجارب النوويه الفرنسيه في الجزائر بمقتل 42 الف جزائري واحداث عاهات مستدامه بسبب الاشاعات النوويه التي لا تزال تلوث المكان الى يومنا هذا والكيان العبري وسم كل مقاوميه بالارهاب وكرس هذه السمه عالميا حتى بات الغربيون يعتبرون الصهيونيه المعتد مظلوما والفلسطيني العربي ظالما ومن قرا كتاب فرانس فانون الاكاديمي والطبيب الذي جاهد مع ثوار الجزائر ضد فرنسا يدرك ما اقول ففي كتابه معذبو الارض يقدم فانون الاستعمار كما هو كذاب ومزور ومحتقر للمقاومين سياسة تشويه الرموز والمجاهدين بين الماضي والحاضر عنوان برنامج الفلاميم ويشاركنا في النقاش الدكتور الباحث علي رفعة مهدي والباحث أيضا في الفكر الإسلامي ومن الجزائر المؤرخ الجزائري والأكاديمي الدكتور محمد الأمين بلغيث مشاهدينا مرحبا بكم جميعا. معذبو الارض فرانز فانون يتحدث فرانز فانون في كتابه عن المستعمر والنظره الدونيه الى تلك البلدان التي حل عليها كالوباء ليستعمرها ويسرق خيراتها فلا يرى فيها سوى شعوب متخلفه لا تتعدى كونها حيوانات تسير على قدمين ومن هنا تنبع الوحشية التي يعامل بها المستعمر ابناء الشعب، فلا يتناهى عن سحلهم وتعذيبهم وقتلهم باشد الطرق وابشعها، كيف لا؟ وهو يرى انه المنقذ المخلص لهم من غياهب الجهل والبدائية، بعيداً عن ادمية وحياة وثقافة البلد المستعمر وابنائه، فيتحدث في الفصول الاولى عن الاساليب التي يلجا اليها المستعمر في تمكين قواه وحكمه على الشعب المستعمر من قوة وقسوة. وصولا الى تعزيز الطائفيه والقبيله وفصل المناطق بعضها عن بعض دكتور علي هو الاستعمار مصاب بالاستعلاء بالكبرياء بالتعالي المركزيه الغربيه كانت منذ ان وجدت تتعالى على القارات التي استضعفتها واحتلتها لماذا كان الاستعمار يتميز بداء الاحتقار احتقار الاخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ان هذا الاستعمار الذي يراد لنا ان نتحدث عنه هو مرادف للاستكبار في القران الكريم وللذين علوا في الارض فافسدوا فيها واكثروا من القتل الممنهج والتدمير ومن الاباده الساحقه للناس وما ذكرت في المقدمه هو خير دليل على ما نقول. هذا الاستعمار الذي للاسف الشديد بدايه نقول وجد في عقول الناس الذين اراد استعمار ارضهم قبل ان يستعمر هذه الارض وجدها الارض الخصبة لهذه العقول ومن خلالها استطاع ان يكرس هذا المفهوم الاستعلائي، المفهوم الاستكباري، المفهوم الظالم انه هو المثال بالنسبة لهذه العقول او بالنسبة لهؤلاء الناس وما عليهم الا ان يتبعوه من هنا وبعد ان وجد هذه الارض الخصبة في كل هذه العقول التي يمكن لنا ان نتحدث عنها وهي على الاعم الاغلب ان صح التعبير دكتورنا طبعا قدم الى اراضينا، قدم الى بيئاتنا، قدم الى مجتمعاتنا، قدم الى قاراتنا كلها فاذا به ومن باب استعلائه واستكباره وظلمه حتى في مفهوم العوالم قسم انه م. هو العالم الاول، العالم الكبير، العالم المستكبر، العالم المستعمر، العالم المتعلم، رافع العالم... رايه التنوير أيوة. رافع رايه التنوير ورايه م. الثقافه والعلم وما الى ذلك، بينما نحن العالم الثالث الذي يضج بالثورات والفتن وما علينا الا ان نكون اتباع لهذا الاستعمار كي ننجو بانفسنا او كي نطور بلداننا او كي نتقدم بكل ما يمكن ان يكون هو مثال التقدم في لا. هذه البلدان. من هنا للاسف الشديد لا. دكتورنا الاستعمار اكاد اقول هو يرادف المفرده التي اطلقها ذات يوم الشهيد الدكتور علي شريعه عند معظم الشعوب تحت عنوان الاستحمار وليس الاستعمار. دعني من الاستحمار انتقل الى القابليه للاستعمار الى الجزائر من فضلك. دكتور محمد الامين بلغيت دعني مبدئيا ابدا من كتاب الاستعمار الاباده وهو ليس ليحيى ابو زكريا او للدكتور علي او للدكتور محمد الامين هو لمؤرخ فرنسي انت تعرفه اكيد اوليفي جروميزون وهذا الكتاب طبعته وزاره المجاهدين في الجزائر وهنا أدعو وزارة المجاهدين في الجزائر أن تكثر من هذه الكتب التي ألفها غربيون وتدين الاستعمار نفسه دكتور محمد الأمين يقول في صفحة 174 إن فتح الطريق أمام الجيش الفرنسي فكان أسلوبه هو تقتيل السكان المدنيين والأسر العزل والتمثيل بجثتهم التي تقطع اربا اربا ويؤتى باشلائهم رؤوس وادان غنائم ثمينه من قبل الجنود الفرنسيين لانهم يحصلون بفضلها على منحات كان تدمير المدن والقرى والاستيلاء على الاغنام والمخازن وتدمير المزارع والحقول واخيرا كان الارهاب ضد من بقي على قيد الحياه. كيف كان الاستعمار الفرنسي يتعامل مع صناديدنا مع مجاهدينا مع رجالنا مع الاشاوس في الجزائر والمغرب العربي الدكتور محمد الامين. بسم الله الرحمن الرحيم، السادة الافاضل في قناه الميادين وفي العالم. السلام عليكم ورحمه الله، تحيه لك دكتور ابو زكريا، تحيه للاستاذ علي مهدي، شكرا على الاستضافه. والله يشوف أخي الفاضل الدكتور يحيى أبو زكريا كما يقال عني في وسائل التواصل الاجتماعي أنا أتعبد بذكر مناكر فرنسا التي نسميها في كتبنا أم الخبائث وقد كانت فرنسا ليس فقط في العقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع الله يهنيك الله يهنيك الله يحفظك والله شوف اخي يحيى ابو زكريا ومن خلالك رفيقك في الاستوديو الاستاذ علي مهدي نحن اول الشعوب العربيه والاسلاميه التي تعرضت الى بدايه ما يسمى بالاباده الجماعيه بعد خمس قرون من الاباده الجماعيه التي عرفتها شبه جزيره ايبيريا في 1492 وقد كان الشتات الأندلسي الذي يقدر بالملايين صورة بشعة للفكر الغربي عامة وصورة حاضرة في ذاكرة الشعوب المتمدنة الشعوب المسالمة مثل ما تحدثت أنت في أول كلامك عن إبادة عشر ملايين من الهنود الحمر وقد كانوا الشعوب يملكون من التضامن والأريحية والتعاون شيء كبير جدا عكس الأنانية والاستيلاء على ما في ايدي الغير في الفكر الغربي بدايه من القرن السادس عشر الى الى اليوم تغيرت فقط المصطلحات والمسميات وتغير التاريخ بحسب الوضع الجيوسياسي لا اكثر ولا اقل من الاستيلاء على الذهب والفضه الى الاستيلاء على البترول والغاز واليورانيوم لكن انا نقول بصوره قريبه مما ذكر غروميزون في الاستعمار اباده اشهر شخصيه معروفه في تاكيد هذا الاستعمار هو الجنرال بيجو الذي قاتله الامير عبد القادر لفتره طويله جدا. والجنرال بيجو هو صاحب الفلسفه المعروفه بقوله سوف استعمر الجزائر بالعربه والمحراث وقد تداول على استعمار هذا البلد ثلاثه 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 رموز او قبيله الثلاثه كما يسميها جون ميلر الاول هو الجندي الفرنسي الذي كان مختص ببقر البطون وقطع الرؤوس والشخص الثاني الذي كان يسعى من اجل ان يعطي بعدا او فتوى بحليه هذا العمل هو المنصر وهو بعيد كل البعد عن المسيحيه الراقيه المتميزه التي عرفناها في الشرق والشخص الثالث الذي يواكب هذا الاستعمار هو المستشرق او بدايه الاستشراق الذي اتى من اجل تزوير تاريخنا على السنتنا للاسف الشديد. في اول خروج للفرنسيين من العاصمه في نهايه جويليا بعد بدايه المقاومه واعلان الجهاد في 23 جويليا 1830 بقياده شخصيات قبليه وشخصيات طرقيه مما يأتي على رأسها الشيخ بن زعموم والشيخ السعدي قام الجيش الفرنسي بقتل وتدمير كل ما يحيط بالجزائر العاصمة من مخازن للأغذية ومن محلات متميزة ومن حدائق غناء في المتيجة التي يقولون عنها أنهم قد حولوها إلى جنة بعد مجيئنا وقد كانت قبل ذلك عبارة عن أماكن ملوثة للجو حاملة من خلال بكتيرياتها للأمراض المعدية في كل شمال إفريقيا لكن هناك صورة بشعة للفرنسيين كما تحدث عنها غراميزان في الاستعمار إبادة أنه في ليلة من ليالي شهر نوفمبر 1832 وليس ببعيد عن منطقة الحراش في منطقة بوغرة كانت هناك قبيلة هادئة جدا يزيد عدد أفرادها عن خمسة ألاف اتهمت بانها قد قطعت الطريق امام واحد من عملاء فرنسا ودون محاكمه ودون استخدام العقل الانساني والفكر الليبرالي والمساواه والعداله التي تتبجح بها الثوره الفرنسيه قتلوا القبيله عن بكره ابيها ليلا بل ويتحدث الفرنسيون من الجنود الذين شاركوا في الحمله على منطقه بوغره واحوازها أنهم قد قطعوا آذان النساء للاستيلاء على اقراتهن الرخيصة جدا ثم بعد ذلك باعوا هذه الأشياء البسيطة للسفير الدنماركي في باب عزون وأنت تعرف باب عزون ومدى قربه من باب الواد والواجهة البحرية للجزائر العاصمة البيضاء التي استولى عليها الفرنسيون في في غرة وبخديعة منهم لذلك لما استولوا أو لما قتلوا كل القبيلة ما يزيد عن خمسة ألاف حاكموا الشيخ الربيعة هكذا اسمه حاكموه محاكمة صورية ثم بعد ذلك اكتشفوا براءة القبيلة وبراءة الشيخ الربيعة لكن ماذا فعل هؤلاء وأمام الطبيب الذي جاء مع الحملة قتلوه وقطعوا رأسه قالوا لماذا قطعت رأسه وقد قتل قتلتموه برصاصة قالوا حتى نتأكد على المستوى الطبي كيف تخرج الروح من بدن الإنسان والأكثر من ذلك سلموا هذه هذا هذه الرأس لهذا الطبيب الفرنسي الذي التي سيسلمها هو بدوره في أول سفينة لإرسالها إلى إلى مارسيليا الأغرب من ذلك وفي نفس الكتاب الاستعمار إبادة للمؤرخ جرون أن الجزائريين لم يكتفوا فقط بما وقع لهم من قتل ومن تدمير ومن شتات بالمناسبة قبيلة الربيعة التي تزيد الشيخ أو العفية التي تزيد عن خمسة آلاف قتلت عن بكرة أبيها لم ينجو منها إلا واحد فقط كان متسترا في حديقة من حدائق البرتقال بالمنطقة وهرب وسكن منطقة أولادي عيش وهي الصورة التي لا تزال باقية من هذه القبيلة على المستوى الجينات أو على المستوى الدم أو العرق لكن لأغرب من ذلك أن الفرنسيين كانوا يقومون بأعمال لم نشهدها حتى عند البرابرة فيما قبل التاريخ هو حفر المقابر واستخراج العظام وإرسالها في سفن وهذه شهادة أطباء فرنسيين قد يقولون أن هذا الرجل المؤرخ متعصب ضد الجنس الآري الأوروبي عامة واللاتيني بصورة خاصة وهو يشوه صورة الإنسان الأوروبي في العقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع عشر فهذه السفن تحمل عظام ابائنا واسلافنا من الاشراف ثم ترسل الى مخابر فتتحول الى مسحوق ابيض لاستخراج السكر او لاستخدام السكر وهذه ابشع جريمه تحدث عنها جروميزون وتحدث عنها مؤرخون منصفون من الفرنسيين لذلك سوف تتواصل ابادات الجزائريين؟ نعم. طبعا طبعا سنغوص في نعم. كثير نعم. من التفاصيل لكن جزيت خيرا على بعض هذه المصاديق التي هي قليله جدا يعني لو يتاح لنا ان نروي قصص الابادات الاستعماريه وما فعله هذا الاستعمار الغربي القديم والمعاصر في شعوبنا في بلادنا والله لبكينا بدل الدمع دما عبيطا. الدكتور علي مع ذلك مع كل ما فعله هذا الاستعمار في الجزائر في تونس في المغرب في ليبيا حيث كان عمر المختار يعتقل ويذل ويتهم بانه ارهابي وما فعله الكيان الصهيوني في جنوب لبنان في لبنان بشكل عام في فلسطين في سوريا في الجولان وغيرها عندما تندلع المقاومه توصف بالارهاب عندما ينطلق رجل من بلادنا ينادي لا للاستعمار لا للاستكبار لا للاحتلال يقال له انت ارهابي انت خارج عن القانون يعني امريكا تاتي الى جغرافيتنا تقتل تحدث انقلابات تسرق خيراتنا الذي يتصدى لها ارهابي كيف ذلك لا شك ان امريكا والاستعمار كله الذي تحدث عنه الاخ الدكتور محمد يصح فيه باختصار شديد ونحن نعلم انه احيانا قد تطلق بيتا من الشعر او قد تطلق حكمه او قد تطلق عباره قد تلخص كل المشهد الذي يمكن ان نتحدث عنه. صحيح. الارهاب الامريكي والارهاب الصهيوني المقونن وبين هلالين هذه كلمه المقونن بالنسبه اليهم لان من يضع القوانين في العالم هو المستعمر نفسه. من اوجد الامم المتحده هو المستعمر نفسه واوجد الأمم قبلها. الامم قبلها هو المستعمر نفسه مم. ومن اوجد مجلس الامن الذي يحق له فيه استخدام حق نقد الفيتو على كل من يريد ان يرفع شكوى اتجاه جرائمه هو المستعمر نفسه وهو حتى مصطلح الارهاب هو الذي وضعه حتى مصطلح الارهاب هو الذي وضعه مم. وهو الذي بدا يصنف الناس فيما يتعلق بموضوع لكن بيت الشعر الذي احب ان اذكره قتل امرئ في غابه مساله فيها نظر وقتل شعب امن جريمه قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر وقتل شعب امن مساله فيها نظر ان امريكا تقطع رؤوس الشعوب وتقطع رؤوس الامم وطبعا عندما نقول امريكا لابد وان نلحق معها الارهاب الاسرائيلي الصهيوني الذي تحدثت عنه لان ام القضايا هي فلسطين، ام المقاومات هي فلسطين التي وسم كل ابطالها منذ فجر التاريخ ومنذ احتلال ارض فلسطين في العام 48 عندما احضر اليهود كقاعده عسكريه الى منطقتنا، لهذا فان كل من يرفع صوت الحق او لواء الحق لابد وأن يواجه كما وجه المعلم الأول والملهم الأول والثائر الأول والمقاوم الأول لكل هذا الجيل المقاوم ولكل هذا الجيل الثائر والذي هو رسول الله يعني نحن عندما حاول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحبه جميعا عندما حاول هز أركان كل الكفر والطاغوت الذي كان يجثم على في الجزيره العربيه لا شك ان بدايات الوسم بالصفات هي التي اطلقت على معلمنا الاول رسول الله من السحر ومن الكذب نعم. ومن الجنون دعني اقاطعك معك. قليلا امضي فاصل ثم اعود اليك مباشره اذا سمحت مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا كتاب جزائريه شهاده فتاه جزائريه تعرضت لتعذيب الجيش الفرنسي لويزا ايجيل احريز ان كتاب جزائري للويزائي الاحريز ليس كتابا عاديا حيث يعد شهاده تكاد تكون الوحيده من قبل امراه مجاهده جزائريه تعرضت للتعذيب وقد تمكنت من روايه تفاصيل تلك الحقبه بدقه بالغه عن كيفيه تعذيبها والاساليب التي استعملت في تعذيب الجزائريين واستمرارهم في النضال من الصعب جدا ان يروي شخص يستذكر تلك المشاهد العنيفه وغير الانسانيه التي تعرض لها عندما كان تحت ايادي جلاديه لكن احريز تتحدث بشجاعه عن تعذيبها وعن اله الكهرباء وتستذكر الحوض المائيه والمنشفه والربط بالاسلاك الحديديه وغيرها من اساليب التعذيب التي مارسها المستعمر الفرنسي ضد الجزائريين من تعذيب بسيكولوجي يبقى عالقا في ذاكره الضحايا الارهاب الغربي روجيه جارودي هذا كتاب الإرهاب الغربي الذي قدمه المفكر الفرنسي المسلم روجي جارودي عام 2003 بباريس وأصدرته دار الأمة الجزائرية باللغة الفرنسية بعد أن رفضت كل دور النشر الفرنسية طباعة الكتاب خوفا من اللوب اليهودي في فرنسا هذا الكتاب يتناول جذور الإرهاب الثقافي والسياسي والاجتماعي بالعودة إلى ثلاثة آلاف سنة مضت وصولا إلى الحضارة الأمريكية الحديثة التي تستخدم الان مقولة محاربة الارهاب لضرب كل اعداء الولايات المتحدة ويبدا الكتاب بمقدمة اشبه بدراسة سياسية عن تبعات احداث الحادي عشر من ايلول سبتمبر ثم ينتقل الى توطئة تمثل صيغة صغيرة عن تاريخ تحولات جارودي الفكرية واسبابها مشاهدين أهلا بكم من جديد من أدرك حلقتنا الآن نحن نعالج الاستراتيجية الاستعمارية الغربية والصهيونية في تشويه الرموز والمجاهدين الذين يقاومون هذا الاحتلال ويذوذون عن حياض الأمة وفي هذا السياق أذكر بعض الكتب في مجال عذبات الاستعمار والاستكبار معذبو الأرض لفرانس فانون وهو شخصية جديرة بالقراءة وبالمناسبة هو عالم نفس واول من كتب في سيكولوجية الاستعمار وهذا كتاب جميل لجزائرية مجاهدة لويزا حريز جزائرية تتحدث عن قصتها مع التعذيب هي رفيقة السيدة جميلة بحيرد وكتاب روجي جارودي الارهاب الغربي يتحدث فيه عن الارهاب الغربي هؤلاء الذين يقدمون انفسهم كديمقراطيين وتنويريين ومع حقوق الانسان والشعوب وهم السرقه واللصوص وعربده الكوباي في بلاد الهنود الحمر قصه اباده الهنود الحمر بالكامل وطبعا هذه الصوره من وزاره الخارجيه الامريكيه كيف كان الاوروبيون الامريكان يرمون بالاف الجثث في المقابر من وزاره الخارجيه الامريكيه وطبعا أمريكا وهولوكوستات الإبادة البشرية موسوعة جبارة جدا تتحدث عن دور أمريكا في قتل الشعوب منذ نشأتها إلى يوم أمس ويوم غد نعود إليك دكتور علي تحدثت عن الرسول الأعظم كمجابه للطغاة والجبابرة ومحطم الأوتان اليوم لماذا عندما تتهم أمريكا مقاوما أنه إرهابي وتتهم رمزا وطنيا انه ارهابي تجد الاعلام العربي يردد نفس النغمه، تجد الاجيال العربيه تردد نفس النغمه. هل وعينا مثقوب؟ هل عقولنا عقول عصفوريه؟ هل لاننا لم نعش ما فعله الاستعمار في بلادنا اعطيناه صك الغفران وقلنا هذا الاستعمار منقذ؟ لاننا دائمو الركون الى الخنوع والذل والتبعيه، ونجد في الاستعمار الغربي انه خشبه الخلاص، وانه المنقذ، وانه الذي يمكن ان يقدم لنا كل ما لا ندركه نحن او نعرفه نحن او نتطلع اليه نحن. وكأن هذا الاستعمار لانني يعني جئت على موضوع رسول الله باعتباره المثل الاعلى. صحيح. في حياتنا كمسلمين طبعا وفي حياه كل مقاوم يريد ان يحرر ارضه او يريد ان يمنح العزه للامه، الا تقول الايه الكريمه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، صحيح. فنحن دكتورنا العزيز عندما تخلينا عن رموزنا الاولى رموزنا التي هي بالنسبه الينا الهدف الاسمى والتي يمكن ان تشكل الدرب الذي يمكن أن ينقذنا من كل هذه الحالات الاستعمارية أو كل هذه الصفات التي يسمنا بها هذا الاستعمار يعني نحن عندما نذكر الإرهاب الأمريكي أو عندما نذكر ما يمكن أن يسمنا به من صفات لماذا لا يتبادر إلى ذهننا أن في هذه الأمة عقول خلاقة ورائدة ومبدعة يمكن ان تعطي، يمكن ان توجه، يمكن ان ترشد، هل هذا لعجز فينا؟ وانا للاسف اكاد اقول دكتورنا، نحن دائما نلقي التبعيه على نظريه المؤامره ونظريه الاستعمار في هذه المساله. هل نحن ببغائيون الى هذه الدرجه حتى نكرر بشكل دائم ما يقوله الاعلام الغربي وكان الذي يملك المال والاعلام يملك السلطه في هذا العالم ويملك حتى ان يسن القوانين ويملك حتى ان يضع صفات على البشر في هذا الكون، هذا مقاوم وهذا ارهابي وهذا عميل وهذا رجعي وهذا اصولي وهذا متخلف وهذا قاتل وهذا مجرم وما الى ذلك. يعني نحن نعلم حتى عند عندما قلنا ان عند انطلاقه المقاومه في فلسطين وقبلها عندما حصلت معركه حطين وقبلها عندما كان المماليك، وقبلها عندما يعني يعني الاستعمار نحن وكاننا نرث كل الازمات والمشكلات التي ياتي بها هذا الاستعمار. اذكر هنا بيتين من الشعر لسماحه المرجع السيد فضل الله يقول فيها في قضيه فلسطين وكان عمره العاشره، دافعوا عن حقنا المغتصب في فلسطين بحد القدب. واذكروا عهد صلاح حينما هب فيها طاردا للأجنبي هو حاول أن يعيدنا إلى رمز لم يكن هناك لا إعلام غربي ولا صحيح. إعلام صهيوني ولا أي إعلام يمكن أن يسمنا بهذه الصفات هو أعادنا إلى رمز من رموز المقاومة ونحن نعلم ما قيل بحق قبر صلاح الدين عندما جاء احد كبار المستعمرين الى سوريا ووقف على ضريحه ها قد عدنا يا وثم رفس دين. هذا القبر وقال نعم. له ها قد عدنا يا نعم. صلاح الدين نعم. وكاننا في حاله استمرار واجترار لكل هذه الازمات التي تلحقنا فلا يكفينا ما يسمنا به هذا الاستعمار الحاقد الظالم المستكبر الا ونكون من المرددين ليس نحن طبعا للاسف هنا يمكن ان نتحدث عن السلطه عن النظام السلطوي هنا يمكن ان نتحدث عن الحكم واخشى ان اقول ان معظم اجهزه الحكم عندنا واجهزه وحتى مع حتى عن بعض الجماهير يعني الشهيد السعيد ابو مهدي المهندس في العراق نعم قاتل الأمريكان وأراد أن يحرر شعبه وجزء من شعبه اعتبره إرهابيا عميلا لإيران هذه قيلت في جغرافيا عربية للأسف الشديد ما أشبهه بتشي جيفارا في هذا الموضوع دكتور محمد الأمين بلغيت من لالا سومر إلى العرب ابن المهيدي رضوان الله تعالى عليهم كيف كان الاستعمار يقزم أدوار المقاومين كيف كان يسمهم؟ يعني عندما تعود الى الاعلام الفرنسي القديم تجد عباره البرابره الخارجين عن القانون حتى الفاظ نابيه لا تستخدم من قبل انسان عاقل. ماذا كان يفعل حتى يسقط هذه الرموز ويغتالهم معنويا؟ والله شوف اخي يحيى ابو زكريا عندنا ملايين من الصور والامثله عما وقع في الجزائر من تشويه رموزنا من المجاهدين والفدائيين عبر الزمان وعبر المكان ولكن انا سوف اعطيك مثال مشترك يعرفه اهل اهلنا في المشارق وفي المغارب هي صوره الفدائيه جميله بحيره اللي هي واحده او ايقونه من ايقونات معركه الجزائر هذه السيده يوم وضعت قنبله في الخطوط الجويه الفرنسيه وللاسف الشديد لم تنفجر هذه القنبله لسوء استخدام الرقاص او عدم عدم قدره الساعه على الوصول الى الدقيقه المفترض انفجار القنبله لما مسكها جلدوها وعذبوها عذاب شديد ما عليهم المزيد. نعم عقرب الساعة لم يتحرك بالشكل الذي ضبطه طالب عبد الرحمن او من استطاع ان يصنع هذه القنابل البسيطة جدا فهذه السيدة كانت مثال للصبر كانت مثال للفدائية المؤمنة برسالتها كانت مثال لعشرات من الجميلات اللواتي عرفتهم الجزائر طوال الحركه والثوره والجهاد من فاطمه سومر الى غايه اكرور الى جميله بوباشا الى جميله بحيرد الى كل هؤلاء الجميلات، فسالها جلدها قال لماذا تسعين من اجل قتل ابرياء من المدنيين؟ فردت عليه بصوره جميله جدا قالت اعرف وهي توجه كلامها للقاضي اعرف انك ستقوم باعدامي ولكن اعلم يقينا انك ستؤثر تاثير كبير جدا على قيمه القوانين التي تسير عليها فرنسا في المتروبول انتم ستقتلون سيده وامراه شابه في العشرين من عمرها ولكنكم سوف توسخون تاريخ فرنسا بالكامل ثم قال لها كيف لجميله مثلك أن تقوم بهذا العمل في وبهذا السلوك، قالت له لأنكم أنتم من بدأ العمل. ماذا فعلتم بالسيد قاسم؟ وماذا فعلتم بفلان وفلان؟ وذكرت لهم عشرات من الإعدامات التي كانت قد قامت بها فرنسا في 56 إلى 57. وطبعا أروع صورة للتضامن العالمي أنه لما انعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 57، وكان يفترض أن تعدم في 7 مارس تلقت الجمعيه ملايين اقول ملايين من الاحتجاجات من كل من كل دول العالم بما في ذلك المتروبول اي فرنسا لانها فعلا كانت تسعى من اجل تشويه هذه الصوره الجميله وقد تحدث محاميها الشهير فيرجس وسيصبح زوجها فيما بعد عن صوره جميله وهي تتعذب وصوره جميله وهي تسعى من اجل اعطاء صوره اخرى للغربيين للمنصفين من الغربيين الذين سيكونون إلى جانب جميلة من خلال احتجاجاتهم ولو بأصوات مبحوحة صور صورة ثانية معروفة بشكل كبير جدا هي الطريقة التي مسكت بها فرنسا واحد من أيقونات معركة الجزائر اللي هو محمد العربي بن مهيدي ليلة ثلاثة إلى إلى يوم 4 مارس 57 وكيف تمكنت من إعدامه بطريقة بشعة في مكان ما من من في مزرعه ما من سهل المتيجه وقد كان وراء هذا الاعدام شخصيات نافذه وكبيره جدا وبطلب من الميتروبول بمعنى ذلك الشهادات التي تحدث عن اعدام وقتل العربي المهيدي كانت تحت نظر السلطات العليا في فرنسا اي بموافقه السلطات العليا الفرنسيه بالرغم من ان هناك احاديث تقول ان هذه الاعدامات كانت قد تمت حقيقه خارج دائره المحاكم وخارج دائره القانون لكنها لم تكن السلطات العليا على علم وهذا هو جزء لا يتجزأ من تزييف الوعي من خلال وسائل الاعلام العدو جميله بحيرد العربي بن مهيدي وكل اولئك الرجال الذين اعدمتهم فرنسا واكثر من ذلك اعدام بطريقه بشعه لمجموعه من الفدائيين المجاهدين وياتي على راسهم البوحميدي وعلي عمار آه علي لابوانت عندنا في الجزائر وحسيب بن علي هذه الجميلة التي كانت قد التحقت بالثورة الجزائرية المباركة وهي في سن السادسة عشر وكانت تملك شهادة البكالوريا وقد كانت تقول لي والديها إنني أكثر الأسماء طلبا من طرف البوليس الفرنسي لذلك سوف أضطر أن ألتحق بإخواني إلى الجبال وقد أضطر إلى حمل السلاح ضد هؤلاء الهمج وهي أحلى طريقة أتمناها في حياتي منذ أن كنت صبية لما تقرأ شابة جميلة راقية متميزة وكأنها أوروبية من عائلة ميسورة الحال من مدينة شلف وسكنت بالعاصمة ودرست وتمدرست أحسن تمدرس تقول كلام كما كهذا أنني سأضطر إلى حمل السلاح للدفاع عن نفسي وللدفاع عن هؤلاء المجاهدين في الجبال هذا يدل دلالة كبيرة جدا على الصورة البشعة التي وصل إليها الفكر الغربي عامة والاستعمار الفرنسي وجلده بصوره خاصه. اعتقد ان صوره المجاهد عند الفرنسيين فلاك، قاطع طريق خارج عن القانون وغيرها من هذه الصفات التي صاحبت اهالينا 332 سنه لا تكفيها المجلدات ولا تكفيها مياه البحار من اجل تسجيل سقوط الفرنسيين في عدميه لم يعرف لها الانسان فيما قبل التاريخ. صورة وأسلوبا إلا هذه الهمجية التي نعرفها في الغابات المتوحشة أعتقد أن صورة جميلة بحيرة وجميلة بباشا أو الجميلات الثلاث صورة بن مهيدي صورة ياسف الصغير صورة البوحميدي صورة حسيبة بوعلي هي صور متميزة جدا سوف تطرق أسماع الدراما الفرنسية وسوف تسعى من أجل فك عقدة الاعتراف بالخطيئة التي ارتكبت من خلال ما يسمى بالفرقة الفرنسية العاشرة المحمولة جوا التي ساهمت في فترة ما في 31 أكتوبر في تدمير إخواننا في المقاومة في الإسماعيلية من خلال العدوان الثلاثي الشهير على مصر نظير مساعدتها للثوار والمجاهدين الجزائريين هذه كلها صور بشعة هذه كلها سوف ننتك فيها كتابات غروميزان أو أولئك المنصفين من الفرنسيين لماذا؟ لأن هؤلاء الفرنسيون لا يزالون مسرون على الحدث الكبير وهذا من خلال استخراج سبحان الله لقانون 23 فبراير 2005 لتمجيد الأعمال البربرية التي كان يقوم بها الاستعمار الفرنسي هؤلاء أبادوا عشرة ملايين وليس تسعة ملايين أخي أبو يحيى أبو زكريا وأبادوا مجتمع متحضر كان أهله من البسطاء يحسنون القراءة والكتابة وكتابة العرائض وجيش فرنسي في الأمية تنتشر بين 90% من جنوده سواء كانوا جنود رسميين يقدرون ب ألف او متطوعون او مرتزقه من المانيا والنمسا وصقليه واسبانيا وايطاليا وغيرها من كل شتات العالم من اولئك المجرمين الذين لا موضع قدم لهم في أراضيهم نعم في نعم دكتور محمد الامين بلغيت لله ذرك وانت تذكر هؤلاء والله لقد اقشعر بدني وقلبي لانني تربيت من وحي هؤلاء وترعرعت في الجزائر على ذكر هؤلاء الأبطال بالمناسبة ما قاله الدكتور محمد الأمين ذكرني بعائلتي خالي محمود رحمة الله عليه الفرنسيون وضعوا الصخرة في بطني ورموه إلى البحر والد السيد علي في سركاجي سجن فرنسا في ذلك الوقت كانوا يمزقون لحمه وفخذه بالشفرة ويضعون فيه ملحا هكذا كانت فرنسا الحسيبة بن بوعل التي تحدث عنها كانت من أجمل الجميلات وسئلت لما لا تتزوجي فقالت أنا لا يمكن أن أتزوج والجزائر مستعمرة لأن سومر رضوان الله تعالى عليها وهي من نسل الحسن بن علي لا. لما تزوجت طلبت من زوجها في ليلة الزفاف قالت له هل أطلب منك شيئا ألا تدخل بي كما يدخل الزوج بزوجته لأنني ندرت نفسي وجسدي لله تعالى وأريد أن أموت شهيدا الله. وقاومت الفرنسيين وصفعتهم ودمرتهم سماها الفرنسيون داراك الجزائر لا. وسميناها خولة بنت الأزور هؤلاء رجالنا أيمكن أن يكون هؤلاء رهابيون دكتور علي؟ دكتورنا العزيز لله دركم الجزائر ارض المليون شهيد لا بل ارض الشهداء وارض الثورات كلها عندما يسم الاستعمار هؤلاء بالارهابيين لا شك بانه يريد اسقاط الهدف من ذلك هو اسقاط هذه الروح الثائره لانه لو ركن هذا الانسان الى الخضوع له للمستعمر والى الانقياد له والطاعة العمياء له، ولو كان قطيعا بين يديه لما تعرض والدكم الكريم لما تعرض له ولما تعرض خالكم ولما تعرضت له جميله الجزائر وكل جميلات الجزائر المقاومات وغيرهن في ارضنا العربيه المستعمره والمحتله. هؤلاء لا يمكن ان يكونوا ارهابيين. ب... الا بنظر هؤلاء الذين يريدون ان يسموا حتى كتابنا المقدس وهو القران الكريم الذي امرنا ان نعد انفسنا لقتال هؤلاء لمجابهتهم للوقوف في وجههم وللتصدي لهم هنا دعني ألم... دعني اربط اربط نعم. ما تقوله بالواقع المعاصر انت عايشت سماحه المرجع السيد محمد حسين فضل الله وجمعت تراثه كله نعم. وقد تعرض إلى محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية سنة 1986 وقتل مائة شخص 85 ماني ماني أذار أحس 8, 8 أذار 8 أذار لا. 1985 وقتل مائة شخص لا. والقاتل أمريكا المخابرات لا. الأمريكية الذين نفذوا العملية اعترفوا يومها ماذا قال وليام كيسي ماذا قال لقد بات فضل مزعجا للسياسة الأمريكية وعليه أن يرحل نعم إذن كل مزعج لهذا الاستعمار كل من يناوئ هذا الاستعمار كل من يقف بوجهه لا بد وأن يقتل عنده طبعا أنا أتحدث بلسان الواقع المأساوي الذي نعيشه دكتورنا يعني حتى عندما استشهد القائدان الكبيران المهندس والشهيد القائد الكبير قاسم سليماني ماذا قال بومبيو؟ العبارات التي يرددونها وكأنها درس مستمر منذ عشرات السنين عندما استشهد الشهيد القائد عماد مغنية وقف جورج بوش الابن صحيح. ليقول ان عالما بلا عماد مغنية هو عالم سيكون عالم اكثر امنا ثم عندما اغتيل الشهيد سمير القنطار قال وزير الخارجيه الاسرائيلي يومها ان عالما بلا سمير القنطار سيكون عالما امنا وكان هذا العالم هم الذين يسنون له القوانين وهم الذين يسنون له المصطلحات دكتور علي امريكا استشهد القائده نعم سناتي للقائدين امريكا لها وجود عسكري في 156 دوله حاملات طائراتها وبوارجها منتشره في القارات الخمس نعم. في كل المياه الدوليه والاقليميه وتتهم شخصا يدافع عن عرضه وجغرافيته بأن بانه ارهابي نعم هذا هذا علامه يدل يدل على حاله الضعف التي تعيشها هذه وما مثالها الا مثال وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب إنها أضعف وأجبا من أن تواجه رجلا فكيف إذا كانت الأمة كان يجب أن تتجسد في هذا الرجل حتى أن القرآن الكريم علمنا أن فردا يمكن أن يكون أمة بجهاده وسعيه وانتصاراته وتوعيته لهذه الأمة ومنذ قليل ذكرنا سماحة السيد الذي كان يقول بشكل دائم ويردد في كل مصائبنا فتش عن امريكا واسرائيل دكتور علي الغرب اليوم يستخدم كل الوسائل وكل الطرق وكل الاساليب للتوهين والاسقاط والاغتيال المعنوي والاعلامي وللاسف الشديد نحن لا نستطيع ان نجابه كل هذا يعني تجد هذه الهجمه تنطلي على ابنائنا واجيالنا للاسف الشديد دكتورنا الماساه تكمن في الحالة الثقافية المتخلفة التي يعيشها مجتمعنا، فنحن عندما ننظر لهذا المستعمر على أن ثقافته العلمية هي الثقافة الرائدة، وحضوره هو الحضور المتقدم والمتميز، ونوعية قياداته كأنها خارج الإطار البشري أو كأنها من كوكب آخر، وكأن علماءه هم الذين يؤصلون لنا الفكر، فما ادراك في هذا المجتمع م. المترهل الذي لا يمتلك اي ثقافه يمكن ان تكون ثقافه قويه او صحيحه تستطيع ان تجابه كل هذه الثقافه الوافده علينا ومنها ثقافه هذا المستعمر الذي يدخل الى عقول ابنائنا بشكل سلس وبشكل ناعم أليست هذه هي جزء من الحرب الناعمه التي يشنها هذا المستعمر علينا صحيح. الحرب الناعمه تبرز اليوم في وسائل الاعلام التي عندما يسقط لك شهيد كبير فتسمه بانه قتيل وتجعله في مصاف القتلى العاديين الذين لم ينذروا حياتهم لهذه الامه علما ان الله تعالى يعني لو كنا أن نؤصل ثقافتنا الإسلامية على القاعدة الرسالية أو على القاعدة القرآنية لما وصل مجتمعنا أو أبناؤنا إلى ما وصلنا إليه من الوهن والضعف يعني في هذا الأمر فعندما يقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عندما نذكر قول رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه يا اخي هناك قيادات عندما نذكر في خطبه الجهاد الحديث المعروف للامام علي اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لقاصه اوليائه وهؤلاء اولياء هم, هم خواص القوم خواص الناس. ان لله رجالا اذا, إذا أراد حضروا أراد. اذا حضروا أراد. لم أراد. يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا آه. الجميل ان مجاهدين يجاهدون لله لا, لا. يهمهم ما يقوله البشر لا. دكتور محمد الامين نحن اذا في حرب مصطلحات بين استعمار مضى ورث الاستعمار الجديد كل مسلكيته ومذهبه وفقه الاعمى في التعامل مع المقاومين كيف نتصدى لحرب المصطلحات اليوم وتحديدا في تشويه المقاومه الفلسطينيه واللبنانيه والله شوف اخي دكتور يحيى ابو زكريا المصطلحات المعلومه في هذا الامر يقال ان تزييف الوعي يبدا من تشويه الصوره وتشويه الصوره تبدا بانتشار الدعايه المغرضه والمدخل الاول للدعايه التي تسمى عندنا بالاجنبيه البروباغندا الضحيه الاولى هي المعرفه والوعي الحقيقي لذلك نحن نعيش الان الصراع الاعلامي والاستلاب الحضاري لذلك الجلاد يسعى دوما من الى اتهام القتيل او الضحيه بكل ما يملك من قدره على تشويه الصوره اي تشويه القدوه، تشويه الابطال، تشويه مقاومه وجهاد الشعوب عبر الزمان وعبر المكان. الان وسائل الاعلام جزء هي جزء لا يتجزا من سيطره الغرب، تبدا بالسينما وتنتهي عند الصحيفه الصفراء. ولذلك ان اردت ان تشوه مجتمعا فعليك ان تصنع له وسائل اعلام تهيئه بشكل كبير جدا الى ما يبغي اليه هذا الاستعمار. يقول احد وزراء الخارجيه الامريكيين اذا اردت ان تسحب وتزور من امه على لسانها تاريخها فاعطيها تاريخ في وعاء غير وعائها ثم بعد ذلك ستصبح هذه الامه تعيش الغرابه والحيره في وطنها وبين تطوراتها لذلك نقول نحن في كتبنا وفي دراساتنا وابحاثنا انه اذا كان المولى سبحانه وتعالى قد اعطى لمحمد صحبه طيبه فعلينا ان نعطي لهؤلاء الصحبه مكانتهم ان نحن سعينا الى تشويه محمد وتشويه اصحابه والدين القيم الذي جاء به واعطينا فرصه للاستشراق الغربي البغيض الفرنسي والالماني والهولندي والامريكي والايطالي محمد فمعنى ذلك اننا قد نعم دكتور محمد الامين نعم والله كان يعني كنت أود أن افسح لك في المجال لكن الوقت تقريبا انتهى، لكن صدقني والذي رفع السماء بلا عمد هي معركة الوعي، هي معركة الوعي، هي معركة الوعي، إن انتصرنا فيها انتصرنا في كل التفاصيل، أما إذا اخفقنا فيها سيستمر الاستحمار، سيستمر الاستدمار، سيستمر الاستدعاش. الدكتور محمد الأمين بلغيت من الجزائر الثائرة، شكرا جزيلا لك امتعتنا بكل التفاصيل التي جئت على ذكرها الدكتور علي رفعت مهدي من لبنان الحبيب امنه الله تعالى ارض المقاومه وارض الحضاره شكرا جزيلا لك مشاهدينا وصلت حلقتنا الى تمامها الى نلقاكم هذا يحيى ابو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع ابدا 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 ودائعه حياك ربي ان شاء الله دامك الله